بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة أول عيد فطر لي معكم في القناة، نهنئ جميع المشتركين وصحة عيدكم وتعيدوا بالصحة والهنا. اليوم حبيت نوري لكم طاولتي اللي حضرتها بمناسبة عيد الفطر رغم الظروف الحجر الصحي، ولازم علينا نحافظوا على العادات والتقاليد ونخلقوا جو عائلي مليء بالفرحة والسعادة. والانواع اللي راكم تشوفوا فيها كامل تاع الكاطو راني ديرتهم في القناه، كاش ما تحبوا اي وصفه ما عليكم غير ترجعوا تشوفوها في القناه. فيما يخص الغداء درت شخشوخه، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. وفي الاخير تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد.